ملالفة ينضم إلينا مراسلا الغد من مخيم الانصارات محمود اللوحة ومن خان يونس إبراهيم قنن. مرحبا بكما. أبدأ معك مراسلنا في مخيم الانصارات محمود اللوح. محمود، أطلنا على تفاصيل ومستجدات ما يحدث على الأرض والقصف الإسرائيلي الذي طال مناطق وسط القطاع. صلاح، الوضع سيء جدا، الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، عمليات القصف المدفعي لم تتوقف، تدخل الطائرات المروحية وتقصف مناطق شمالية للمخيم الجديد، أصوات انفجارات قوية تسمع من هنا من على مقربة من منطقة المخيم الجديد حيث يعني نتواجد. منذ الليلة الماضية الاحتلال الإسرائيلي كثف من عملية القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في المخيم الجديد، قصف منازل للمواطنين في منطقة تسمى بديوار فرهود، قصف منازل في أرض المفتي، إضافة للغارات التي نفذت بالمدفعية من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في مناطق محادية لمنطقة أرض أبو غولة ومناطق تسمى بشارع الرحمة بالمخيم الجديد. الاحتلال الإسرائيلي كان يتعمد على إيقاع أكبر عدد جدا من الشهداء والمصابين. لحظة تواجدنا بالأمس في ساعات متأخرة من الليلة الماضية برفقة طواقم الإسعاف، الاحتلال الإسرائيلي أغار مجددا على منزل مجاور لأحد المنازل الذي قصف وأدى ذلك لارتقاء عدد من الشهداء والمصابين، إضافة لإصابة مسعف وصحفيان وتضرر لسيارات ومركبات إسعاف تعمل في منطقة المخيم الجديد. 26 شهيد حصيلة الغارات الإسرائيلية وعمليات الاستهداف التي طالت منازل والتجمعات للمواطنين في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات، إضافة لعمليات إطلاق النار التي تقوم بها طائرات الكواد كابتر باتجاه مناطق المخيم منذ ساعات من صباح هذا اليوم. الاحتلال كثف من غاراته تزامنا مع عملية ينفذها الجيش في منطقة محيط مسجد معاذ بن جبل كما هو معروف، محيط المدرسة الماليزية، حيث شاهدنا الآليات والجرافات الإسرائيلية التي تقدمت ووصلت من محور نيتسريم وصولا لمنطقة وادي غزة، عبورا من عبر مجرى وادي غزة وصولا لهذه المنطقة، حيث تشرع هذه الجرافات الإسرائيلية بعمليات تجريف للطرقات والشوارع الرئيسية المتبقية بطبيعة الحال والتي لم تصلها القذائف ولم تصلها الصواريخ، إضافة لتجريف الأراضي الزراعية ورفع للسواتر الترابية في محيط المدرسة الماليزية وتدمير ما تبقى من مسجد معاذ بن جبل. كان هناك استهداف أمام مدرسة المخيم الجديد، إضافة لحركات النزوح لربما التي تشاهدونها في هذه الأوقات عبر الشاشة، حيث خروج العائلات الفلسطينية من منطقة المخيم الجديد بفعل عملية الاستهداف المدفعي المتواصل والغارات الإسرائيلية العنيفة، حتى باتت هذه العائلات الفلسطينية الآن بدون مأوى بالحقيقة، منهم من يجلس على الأرض، منهم من يذهب للخيام، منهم من يذهب أيضا لمناطق في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة في وسط مخيم النصيرات. تزامنا مع هذه العملية البرية وتزامنا مع الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف الإسرائيلي، هناك أيضا عمليات قصف واستهداف من المقاومة الفلسطينية، هناك نستمع لأصوات رشقات صاروخية، قذائف مدفعية تطلق المقاومة الفلسطينية، قذائف الهاون أيضا تطلق باتجاه محور نيتسريم، إضافة للبيانات العسكرية الصادرة عن الأجنحة العسكرية وفي مقدمتها كتاب الأقصى لواء العمودي والتي تأكدت من خلال بيان وصلنا نسخة عنه ومشاهد أيضا متت عبر الشاشة بأن قصفت محور نيتسريم والمناطق الشرقية لمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون، إضافة للرشقات الصاروخية التي تنفذها المقاومة الاشتباك أيضا في المحاور الشمالية لمنطقة نيتسريم. تفضل بالبقاء معنا محمود لننتقل إلى خان يونس من هناك، مراسل الغد إبراهيم قنن. مرحبا إبراهيم، أطلعنا على المستجدات في المحافظات الجنوبية. يعني ثلاثة من الشهداء وصلوا بعد ظهر اليوم إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف سيارتين مدنيتين في منطقة شارع الطينة في المنطقة الواقعة في الشمال الغربي من مدينة خان يونس، بعد قيام مسيرات إسرائيلية بقصف سيارتين مدنيتين في تلك المنطقة مما أدى لاستشهاد ثلاثة من المواطنين الذين
وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى إصابتين أيضا تم نقلها إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. عمليات القصف الجوي من قبل المسيرات الإسرائيلية جاءت بعد سلسلة من عمليات القصف الجوي والمدفعي الذي طال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، تحديدا بلدة خزاعة التي شنت فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات، حيث سمع الدوي انفجارات ناتجة عن قيام الطائرات الحربية باستهداف مناطق زراعية في تلك المناطق، علاوة على عمليات القصف المدفعي اليومي والذي هو مستمر على مدار الساعة على طول الحدود الشرقية لخان يونس، بدءا من المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وهي بلدة القرارة، مرورا ببلدة عبسان الكبيرة والصغيرة والزنة الشمالية، وصولا إلى خزاعة ومنطقة الفخاري. هذه المناطق جميعها تعرضت إلى عمليات قصف مدفع وإطلاق نار كثيف من قبل الآليات الإسرائيلية المتمركزة في منطقتين. طيب، رئيسيتين. اسمح لي إبراهيم، سوف أعود إليك، ولكن على ما يبدو أن هنالك جديد في مخيم الانصارات مع محمود اللوح. محمود تفضل. نعم، طائرات الكويت كابتر الآن تطلق النار بشكل عنيف جدا ومكثف في مناطق المخيم الجديد، في مناطق مجاورة لمخيم خمسة، أيضا في مناطق محيطة في المكان الذي نتواجد به حيث مستشفى العودة. نحاول أن نوصل للرسالة أكثر ونأخذ مكان أكثر آمن، نجلس هنا في هذه المنطقة. نعم، هذا إطلاق نار يعني عنيف جدا وكثيف من طائرات الكواد كابتر، وأيضا يعني آليات الاحتلال الإسرائيلي، يعني ربما نعم إطلاق النار عنيف جدا ومكثف الآن. هناك عدد من العائلات الفلسطينية خرجت كما تحدثت من المنطقة، والآن هي بالشارع في مناطق نعم في مناطق يعني قريبة جدا من محيط مستشفى العودة، وأيضا مناطق مجاورة لمخيم خمسة. المشهد حقيقة لا يوجد أي مكان آمن الآن، هناك حالة كر وفر إن صح القول الآن من المواطنين، منهم من يأتي من المخيم الجديد ومنهم من يعني يخرج من هذه المنطقة. تحدثنا بأن هنا نساء جاءوا العمليات القصف وعمليات إطلاق النار المستمر في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات، إضافة إلى أن هذه العائلات الفلسطينية جاءت هنا لتتفاجأ بأن آليات الاحتلال وطائرات الكويت كابتر لحقتهم حتى في مناطق حيث نتواجد الآن، وتطلق النار بشكل كثيف جدا في مناطق المخيم الجديد، تزامنا مع العملية البرية التي تحدثنا عنها والعملية العسكرية المفاجئة على مناطق مسجد معاذ بن جبل، محيط منطقة المدرسة المليزية، وأيضا المناطق الغربية الشرقية والشمالية الغربية أيضا لمخيم النصيرة. نعم، طيب تفضل بالبقاء معنا محمود، بالتأكيد سوف نتواصل معك حالما جد جديد، ولكن أريد أن أعود إلى خان يونس إبراهيم قنن، عذرا على هذه المقاطعة. إبراهيم تفضل أكمل الصورة في المحافظات الجنوبية. نعم، يعني بالانتقال إلى مدينة رفح جنوبي أقصى جنوبي قطاع غزة، أيضا عمليات القصف الجوي والمدفعي كان متواصلا منذ ساعات الفجر حقيقة، وأصوات الانفجارات لم تهدأ في مدينة رفح تحديدا في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة رفح. هذه المنطقة تعرضت وما زالت إلى عمليات قصف مدفعي على مدار الساعة، هناك عشرات قذائف المدفعية وأصوات الانفجارات التي لا تهدأ التي تقوم بإطلاقها القوات الإسرائيلية أو الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على طور محور فيلادلفيا، تحديدا في النقطة الجنوبية الغربية وهي منطقة القرية السودية التي دمرتها قوات الاحتلال وتتمركز فيها، تقوم بإطلاق قذائفها باتجاه منطقة عزبة الندى، دوار العودة، منطقة البردويل، ومنطقة أبو شلوف، وهذه منطقة المواصي. أيضا هذه المناطق تتعرض إلى عمليات قصف مدفع وعمليات إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية،
والمروحيات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلي على مدار الساعة. هذا الأمر قبل ساعة أو ساعتين من الآن أدى إلى وقوع عدد من الإصابات التي تمكنت فرق الإسعاف من انتشال أكثر من 5 إصابات من تلك المنطقة، فيما لا تزال المنطقة خطيرة لا تستطيع فرق الإسعاف أو الدفاع المدني من التوغل فيها أو الدخول إليها نظرا لاستمرار عمليات القصف المدفع، وبالتالي ربما يكون هناك عدد من الشهداء، عدد من الجرحى لم تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إليهم بسبب استمرار عمليات القصف الإسرائيلي. أما شرقا تحديدا في منطقة الريان وهي التي تقع إلى الشرق من طريق صلاح الدين، هذه المنطقة شهدت عمليات قصف عنيفة جدا من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في محيط موقع صوفا العسكري الذي يفصل ما بين مدينتي رفح وخان يونس من الناحية الشرقية، وتقوم بإطلاق قذائفها بشكل يعني متواصل بشكل عنيف جدا على تلك المنطقة قبل أن تقوم طائرات حربية إسرائيلية هذه المرة بقصف أو بشن 3 غارات عنيفة جدا على منطقة حي الجنينة أيضا شرقي مدينة رفح، وأدى ذلك إلى وقوع عدد كبير من الانفجارات وعمليات القصف دون أن نتمكن من معرفة يعني هل هذا القصف الإسرائيلي نتج عنه شهداء وضحايا وإصابات، لأن المنطقة خطرة ولا يستطيع أي إنسان الوصول إليها، وبالتالي الأمور حتى الآن غير معلومة. أما في وسط مدينة رفح والمناطق الشرقية أو الشمالية الشرقية أيضا قبل ساعة من الآن أو نصف ساعة من الآن دوت انفجارات ناتجة عن عمليات القصف المدفعي وأيضا من قبل المسيرات على تلك المناطق. ما نستطيع أن نقوله أن جنوب القطاع الأوضاع تتصاعد فيه بصورة كبيرة جدا، أصوات الانفجارات لا تهدأ، القصف المدفعي متواصل، القصف الجوي أيضا متواصل، القصف من قبل المسيرات متواصل، وأيضا يتواصل مع كل ذلك انهيار المنظومة الإنسانية والإغاثية والمعيشية في جنوب قطاع غزة، والذي بات يفتقر إلى كل مقومات الحياة بدءا من حليب الأطفال مرورا برغيف الخبز والدقيق وصولا إلى الخضروات والمجمدات التي باتت مفقودة في الأسواق، مما أثر على تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وكذلك الحال لما لها ارتباط بالأوضاع الطبية على المرضى الذين يحتاجون إلى تغذية وإلى خضروات وما إلى ذلك. الوضع في جنوب القطاع خطير جدا، متصاعد جدا، وهناك انهيار كامل في المنظومة الإنسانية والمعيشية. نعم، طيب تفضل بالبقاء معنا إبراهيم لأنتقل إلى المستشفى المعمداني حيث ينضم إلينا من هناك مراسل الغد تامر دلول. مرحبا تامر، أطلعنا على صورة الأوضاع في المحافظات الشمالية إن كنت تسمع. تامر، طيب على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسل الغد تامر دلول من المستشفى المعمداني. على العموم أشكرك شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد سوف نتواصل معك من جديد. الشكر بالطبع موصول أيضا إلى إبراهيم قنن مراسلنا في خان يونس، وأيضا إلى محمود اللوح كان معنا من مخيم الانصارات مراسل الغد. شكرا جزيلا لكم.